تجربة النهاردة هي أكبر تحدي لعجلة الحظ في اليوتيوب كله. يا نهار أبيض. لا لا لا، ثانية بجد، أنت كويس؟ عاملين إيه؟ كيفكن؟ شو أخباركم؟ استعدوا واربطوا الأحزمة عشان تجارب إسراء غير أي تجارب. تجربة النهاردة فيها كل حاجة ممكن تتخيلوها. مفاجآت. ثلاثة. مستحيل. تحديات. أنا واللي هيخسر في التحديات مش هيفلت من العقاب. حسين قنديل ورقية عبد الرحمن طلبوا مني ان اخلي عجلة الحظ تحدد اكلي، هل انا هعمل كده بس؟ طبعا لا. تجربة النهاردة هي اكبر تحدي لعجلة الحظ في اليوتيوب كله. مش هتكون عجلة حظ واحدة ولا حتى اثنين ولا ثلاثة. تجربة النهاردة هيكون فيها أربع عجلات حظ. في أول مرة عجلة الحظ هتحدد أكلي زي ما أنتوا طلبتوا، وفي تاني مرة عجلة الحظ هتحدد مكونات الأكلة اللي طلعتلي من مكونات غريبة مقرفة حامضة حرة ما ينفعش يتحطوا على بعض، وفي تالت مرة عجلة الحظ هتختار شخص واحد ما بين نور ويحيى عشان يخش في تحدي ضدي عشان ناكل الكارثة اللي عملناها. واللي هيخسر التحدي عجلة الحظ هتحدد له أسوأ عقاب في العالم. جاهزين للتجربة؟ أنا جاهزة. أول حاجة هنخلي عجلة الحظ تختار الشخص اللي هيدخل معايا في التحدي. يا ترى نور ولا يحيى؟ نور ولا يحيى؟ نور يا جماعة، أول شخص هيدخل التحدي. جه معانا نور يا جماعة. إيه؟ كيفكن؟ شو أخباركم؟ إيه؟ وحشة؟ والله حلو. صدقيني. لا لا لا، إسراء خلاص اقعدي كملي فيديو. ودلوقتي هنخلي عجلة الحظ تختار لنا أكلة من ثلاثة، بيتزا، برجر أو باستا. جاهز؟ جاهز. يا ترى بيتزا ولا باستا ولا برجر؟ بيتزا! الفكرة دلوقتي إن إحنا هنخلي عجلة الحظ تختار لنا أربع مكونات هنحطهم على البيتزا، ومن ضمن المكونات دي هيكون في مكونات سرية إحنا مش عارفين هي إيه، بس هم حاطينهم لنا من ورا الكاميرا. وبعد كده كل واحد فينا هيختار إنه يحط على نص البيتزا بتاعت الشخص التاني مكونين، واللي مش هيقدر في الآخر إن هو هيخلص نص البيتزاية بتاعته هيتطبق عليه العقاب. دلوقتي يا جماعة هنختار أول مكون، وربنا يستر عشان المكونات كلها لا تبشر بالخير. جاهز؟ جاهز. يا ترى هيطلع إيه؟ هيطلع إيه؟ مكون سري من أول مرة. مكون سري. تفتكروا يا جماعة أول مكون هيبقى إيه؟ بسم الله. كنافة؟ كنافة؟ كنافة بالقشطة على ما أعتقد. مش مصدقة. يلا نبتدي نحطها على البيتزا. يلا بينا. حطينا اول حاجة الكنافة. دلوقتي هندخل على تاني مكون. تفتكر؟ انا بص، انا خايفة يطلع حاجة مالحة. انا خايفة تنتاكس. مكون سري تاني. يا جماعة كفاية مكونات سرية، هي عايزة مننا ايه العجلة دي؟ ادينا المكون السري ده، شكله كبير. بسم الله. مستحيل جماعة طلع لنا سردين حار، وانا حاسة ان احنا مستحيل نحط سردين على كنافة. بتكون العقبات سهلة. يا جماعة عامل كده ليه؟ لا لا لا، ريحته وحشة. طب احنا هناكل الكلام ده ازاي؟ عارفة انا ممكن اكله عادي. هو طب ده فيش ده فيش فيش حاسة انه فيه شوك. بصوا الشوك. هو الشوك ده بيتاكل؟ وفي قشرة السمك. يعني العظم. لا شكرا للناس اللي حطوا المكونات السرية ورا الكاميرا، شكرا. يلا على المكون التالت. انا مش قادرة على الريحة. يا ترى المكون التالت هيبقى ايه؟ كيوي. طلع لنا كيوي. ماشي، دي حاجة حلوة، بس مع السردين حلوة، مع الكنافة حلوة، مع المنظر ده حلوة. لا، جبت لكم الكيوي يا جماعة. زود كيوي، زود كيوي، هحط كيوي في كل حتة. ده الشكل البيتزاية لحد دلوقتي يا جماعة. ودلوقتي مع رابع مكون. انا بقى اعمل السبيننج دي عشان انت اختياراتك بصراحة مش عجباني خالص. انت فكر يعني عشان انا اللي بدوس بيطلع اختيارات وحشة. طب اتفضل. مش اوحش من كده. تعالوا نشوف اختياره هيطلع ازاي.
مارشميلو مارشميلو. طب ما حلو. حلو ايه؟ حلو ايه؟ مع السردين يا اسراء. طب ما اي حاجه مع السردين هتطلع وحشه يا نور. اه صح. ادونا المارشميلو، كل واحد فينا يرفع ايده ونشوف مين هيمسكها. ماشي. لا لا انا 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 يا جماعه اكتبوا لنا في الكومنتس مين اللي مسكها. لا انا انا مسكتها الاول، بس انت عشان انت شديتها مني اكتبوا لنا في الكومنتس. اكتبوا انا، اكتبوا ان انا المارشميلو. دي فايدة نور في الحلقة كلها. بصوا يا جماعة، ابيض وبينك. ايه ده؟ دي بينك نقط اتنين كده في النص. الله. ودي نتيجة البيتزا بتاعتنا. ودلوقتي يا جماعة كل واحد فينا هيختار مكونين عشان يحطهم على نص البيتزا بتاعت الشخص التاني. فانا هقسم البيتزاية. دلوقتي ده النص بتاعي وده النص بتاع اسراء. انا ما عنديش الا 3 مارشميلو او 4، وانت عندك كل مارشميلو يا اسراء. طب خلاص خد واحده. لا دي واحده. قد تاخد السردين. هو ما خدش باله ان النص بتاعه اكبر. انا هختار لك حاجه قرب. طب تعالى نبص في المكونات عشان نشوف كل واحد هيختار للتاني ايه. مين يبدا؟ انت ابدا. انا هختار فيمتو وبصل. طب ده صح يا جماعه؟ ده صح. الفيمتو هتشرب منه كتير يا نور. ودلوقتي ما عدا البصل هتاكل كل دي اهو. بقى شكلها حلو قوي على فكره. انا خليت البيتزا بتاعتك شيك. انا بقى عشان السردين، السردين محتاج ايه يا جماعه؟ محتاج خل ومحتاج طحينه. هنحط في البيتزا دي خل وطحينه يا اسراء وهتاكليهم. انت مصدق نفسك؟ السردين عايز خل وطحينه يا جماعه. كفايه خلاص خلاص. حطيت، انت حطيت بجد واتغرقت. انا قلت لك كفايه. انا اتغرقت خلاص. فاضل خل. كفايه كفايه. تسقي الزرع. ادي بيتزايه نور. ده نص البيتزا بتاعي. هو ده. اما ده فنص البيتزا بتاعي. بجد يا جماعه شكله بطاريات الخل. انا حاسه ان احنا لما نحطها في الفرن، الفرن هيبوج. جاهزين يا جماعه تشوفوا الكارثه اللي احنا عملناها؟ بصوا هو المارشميلو كبرت قوي، وكمان في واحده تانية اتحرقت. اما بتاعت نور، بصوا بصوا المارشميلو دابت خالص. حسيت المارشميلو دي ما ينفعش تتحط. ما فيش موتزاريلا. لا تحسيها موتزاريلا. دلوقتي يا جماعه جه وقت التحدي، يلا بينا. لا كل من نصها من هنا. لا لا من هنا. بصوا يا جماعه، عايزينك عايزاني تاكل اكل من هنا. ثانيه يا نور عشان لسه مصدومه بقى. البيتزا اتحرقت. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. جماعه احنا حطيناها بالظبط 5 دقايق ولقينا البتاع ده ساح، وقلنا خلاص نطلعها. مش عارفه بتاعتي اتحرقت ولا لا. بيتزا بالسردين والمارشميلو والبصل محروق. 1 2 3. مش هكمل. هو لا لا ما عرفش قوي قوي قوي. ما ينفعش يعني، لازم حد فينا يكمل. يا اسراء مش قادر والله. ما بقاش قادر والله، مش قادر. طب انت جاهز للعقاب؟ يعني مش جاهز بس ماشي. اي حاجه احسن من دي صراحه. عنده حق، انا مش قادره وانا مستعده اتعاقب اي عقاب في العالم. ولا ان انا اكل دي. هاتوا لنا العقاب. ودلوقتي جه وقت العقاب. عندنا 4 انواع من العقاب. اول عقاب انه لازم ان احنا ناكل ليمونه كامله بقشرها من غير ما ندي اي رياكشن. تاني عقاب ان احنا نحط معلقه من القرفه في بقنا ونسيبها لمده دقيقه. تالت عقاب هو ان احنا ناخد كده غاز هيليوم اللي هو بيغير الصوت وبيخليه عبيط جدا، ونبتدي نتكلم نغني نعمل اي حاجه يطلبها مننا الشخص اللي قدامنا. ورابع حاجه وهي ان احنا ناكل طبق اندومي كوري كامل من احر انواع الاندومي اللي في العالم في دقيقه واحده بس. جاهز؟ جاهز. الليمونة يا جماعة، الليمونة. طب بص، ايه رأيك اكلها من غير قشرها؟ لا ازاي يا اسراء؟ العقاب كامل. لا العقاب كامل، مفيش خاطر. هاتوا الليمونة. طب دي كبيرة قوي. انا عايزة الليمون اللي هو اصغر من كده. لا يا اسراء انت هتتشرطي. المفروض ما اعملش اي رياكشن خالص.
جماعه مش عارفه اعمل اي حاجه في القشره. بصوا مش فاضيه. طب نقشرها ولا نعمل ايه؟ لازم نقشرها يا اسراء. نقشرها؟ اه دلوقتي هاكل الجزء اللي جوه. نو رياكشن. مش قادره. ازاي حامضه قوي؟ يا رب يطلع لك اسوأ عقاب في العالم. زوري بيوجعني قوي يا جماعه. خلاص يا اسراء خلاص. خلصت. ودلوقتي الحاجه اللي انا منتظراها طول ما انا باكل الليمونه، انه الولد ده يتعاقب. لا 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 هياكل احر اندومي في دقيقه تاني. واحده بس. تاني يا نور تاني. جاهز؟ انا مش جاهز. احر صوص في العالم هنحطه لنور على المكرونه بتاعته. نصه ايه قدامهم عشان ااكد لهم ان هو كله اتحط؟ طب نص نصه ايه بس؟ خلاص كل حاجه هتتحط. قنبله. اتفضل. هجيب الساعه. ادي يا جماعه دقيقه وهدوس قدامكم. ستارت. ابدا يا نور. بسرعه. ما تديش لنفسك فرصه ان انت تحس بالحراره. يلا يا بطل يلا هتقدر تعملها يا نور. ما شاء الله. انا مش متخيله ان هو كان يقدر يعمل كده. واو بجد واو يا جماعه. انا مش مصدقه. انا هسميه ملك الاندومي. فاضل 15 ثانيه اهو. يلا يا نور يلا يلا يلا. فاضل 8 ها 4 3 2 وخلص الوقت. تحفه يا نور. خلص الاندومي كله يا جماعه في دقيقه. ايه ده في ايه نور انت كويس؟ انا خايفه يا جماعه. لبن بسرعه. زبادي. خلاص ايه. انت بتدمع بتعيط. لا ما تعيطش. طب ليه؟ ايه؟ طب ليه؟ مش عارف اتكلم. بقي نار. ايه؟ نار. مش سامع. بقي نار. خلاص. كوبايه لبن بسرعه. حسبي لك الحياه من اول وجديد. الحمد لله. يا نهار ابيض. ايه في ايه؟ ارجع وتلي. اول مره في حياتي احس بالاحساس. يا جماعه مش عارفه اتكلم يا اسراء. اسراء مش قادر يا اسراء. انا مش قلت لكم ان دي هتبقى اسوأ عقوبات في العالم؟ بس خلصتوا. خلصتوا بجد يا جماعه. احنا لازم كلنا نسقف لنور ان هو قدر يخلصه في دقيقه. يا جماعه بجد اللي نور عمله يستاهل ان احنا كلنا نكتب له في الكومنتات برافو يا نور. انا حاسه ان نور بعد كده مش هيجي لنا تاني. خلاص شكرا يا نور. اتفضل يا نور. وبما ان في التحدي الاول عجله الحظ اختارت نور، ففي التحدي الثاني هيكون معانا يحيى. بالراحه يا حاجه. عاملين ايه؟ ازيك؟ ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ الحمد لله. يلا بينا نبدا. اول حاجه هنخلي عجله الحظ تختار الاكل. ربنا تتوقع يطلع ايه؟ برجر. برجر. البرجر وصل. قطعه ليك وقطعه ليك. ودلوقتي هنختار اول مكون. انا حاسس ان ايدك هي المشكله يا اسطى. طب انت بعد كده جيلي يا جماعه. جيلي. اتفضل معلقه يا ست المعلمين. بصوا يا جماعه الساندوتش بتاعي بجد بقى شكله حلو قوي. هو عايز يقع. خلاص يلا بينا على تاني مكون. ادوس انا معلش. اتفضل. ما تكسفنيش. تاكز يا جماعه. جاهز؟ هو ده تاكز. ايوه خد حبه وانا حبه. انا خلصت. تالت مكون. جاهز؟ جاهز. متوقع ايه بسرعه؟ رانش. مكون سري. المكون السري الثالث في الحلقه. انا خايفه. انا مرعوب. جاهز؟ لا. ايه ده؟ ده نسكافيه ده ولا؟ استنى. ده قهوة. قهوه. ده قهوه. مين اللي جه في دماغه ان هو يحط قهوه؟ القهوه اصلا ما بتتاكلش. الله بجد شكلها حلو. بس انت كلها طلعت بره. ايه هي بس بقى. شكرا. انا مش عايزه مكونات سريه تاني. طب ينفع خلاص. ينفع القهوه تبقى كان يعني مكونين ما نحطش تاني؟ لا. رابع مكون واخر مكون.
خلاص خلاص والله. لا لا خد انت حط لنفسك عشان ما تقوليش ان انا بحط لك كتير ومش عارفه. حطي كام فص؟ فص احط 4 وبس كده. فاضل انه انا اختار ليحيى حاجتين يحطهم وهو يختار حاجتين يحطهم لي في البرجر بتاعي. اختاري. انا اول ما طلع برجر افتكرت حلقه وصفات المتابعين، كنت عملتي ساعتها برجر وحطيتي عليه نوتيلا وما قدرتيش تاخدي قطمه واحده، فانت هتحطي دلوقتي نوتيلا عندك. انت هتعمل كده بجد؟ انت هتعمل كده بجد؟ انا مش مصدقه ان انت هتستغل الحلقات ضدي. بصوا على جمال وحلاوه النوتيلا وهي بتتفرز على العيش. ايه المكون التاني؟ في حاجه في المكونات مستحيل يكون حد بيحبها ابدا، بروكلي. شكرا. ريحته بشعه، انا بكره البروكلي، ما بحبش الخضار، ودي النتيجه النهائيه للساندوتش بتاعي يا جماعه. انزلوا اكتبوا لي حالا في الكومنتس لو الساندوتش ده اتقدم لكم في مطعم هترضوا تاكلوه يا جماعه. جه دوري. اول مكون هيكون يا جماعه اكتر حاجه يحيى بيكرهها في حياته، الكاتشب. كل الناس هتستغرب بس يحيى بيكره الكاتشب جدا، مش بيرضى ياكله خالص، فعشان كده خلاص هو الكاتشب. شكرا. اسراء انت عارفه والله ما بقدر احطه في بقي ما نعرف. والله لا لا خلاص في ايه؟ عشان انت كترت لي نوتيلا قوي. انت عارفه ان انا مش هقدر اكله كده. خلاص اخسر خلاص اخسر. تاني مكون ومحدش فكر فيها خالص، انا عايزه مكون سري. ايه؟ حقي ان انا اختار اي مكون من المكونات اللي موجوده في عجله الحظ. انا ما كنتش اعرف كده، لو اعرف انه كده يمكن كنت اخترته انا. ماليش دعوه. ادوني المكون السري. اتفضل هو ده. جاهز؟ 1 2 دي الحاجه الوحيده اللي كل الناس بتكرهها اكتر من البروكلي. جماعه طلعت له جبنه ريكفورد. طب يا اسراء كاتشب لوحده ماشي، دي لوحدها ماشي، بس الاثنين مع بعض. شم شم بالله عليك شم. ريحتها بشعه. بصوا يا جماعه انا هحط له اكبر كم اقدر احطه له. هو كده من حقي احط اي كم انا ارضى. انا ما كملتلكيش معلقه نوتيلا. معلش خلاص خلاص مالتها له كلها يا جماعه. ودلوقتي ساندوتش يحيى. الساندوتش بيرقص. ودلوقتي جه وقت التحدي، لازم انا ويحيى نخلص الساندوتش ده كله، واللي مش هيخلصه لازم يستحمل العقاب. ايه الاخبار؟ لا لا انا هجرب دلوقتي. لا دي اوحش. وحش قوي. البروكلي وحش. البروكلي شرير. البروكلي شرير. طب وبعدين؟ انا عايزه اي عقاب. اهم حاجه ان انا ما اكلش ده. اسراء بطني وجعتني. لا 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 ثانيه بجد. انت كويس؟ انا مش قادر. جماعه يحيى رجع، تجربتك عامله ايه؟ بجد يا جماعه انا بطني وجعاني جدا، دخلت الحمام دلوقتي رجعت كل حاجه. للاسف انا ويحيى هنتعاقب، وانا هتعاقب للمره الثانيه. نختار لي العقاب. ده عقابك انت صح؟ اه. الهيليوم. جاهزين تشوف الهيليوم؟ جبنا حرف الاي ليه؟ عشان اسراء. ياه. خلاص يا اسراء ارجوك ما تقوليش اقول حاجه غبيه. لا ده انا هقول لك، قولي حاجه هتحبيها قوي والناس بتحبها واحنا بنحبها وكلنا بنحبها. ايه الحاجه اللي كلنا بنحبها؟ قولي الانترو بتاعت القناه بسرعه. عاملين ايه؟ كيفكم؟ شخباركم؟ استعدوا واربطوا الاحزمه عشان تجارب اسراء غير اي تجارب. انا مش مصدقه صوتي ازاي كده. موافق ان اسراء تقول الانترو كل مره بالصوت ده؟ لا يكتب تحت في الكومنتات. اوعوا تكتبوا كده في الكومنتات. هو صوتي بجد فيه ايه يا جماعه؟ انا عايزه صوتي. جماعه نور قرر ان هو يقول لكم قد ايه الاندومي الكوري كان صعب عليه. بس يا جماعه الاندومي الكوري صعبه قوي. يا جماعه الاندومي الكوري كانت صعبه جدا، مش قادر يعني. انا بالعافيه عرفت يعني اعمل اي حاجه بصراحه. يا لهوي البتاع دي بتخنق ولا ايه؟ انا مش مصدقه. كده يا جماعه مفيش غير تحدي واحد فاضل وهو تحدي القرفه. لازم يحيى ياخد معلقه كامله من القرفه ويحطها في بقه ويحطها كامله في بقه ويفضل يحطها دقيقه. دلوقتي يا جماعه حطها بسرعه. هو انت كان المفروض تحطها بالمعلقه بس تمام. بالمعلقه. لا لا خلاص 48 ثانيه حاسب ايه.
خلاص 40 39. ايه ايه مش طب حاجه خسر في التحدي يا جماعه للاسف. بالظبط فاضل 11 ثانيه خلاص. وحش ده زوري مش قادر. انت كفايه عليك كده، انت روح اتسحر بقى. سلام. وبس كده، دي كانت تجربتي النهارده. ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتس عايزيني اجرب ايه في الفيديو اللي جاي، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان اول لما انزل فيديو تبقوا اول ناس تشوفوه. وبس كده، باي.